وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من كان قبلنا كان يداين الناس، يعني يشري بضاعة من الناس بالدين ويقرض بعض الناس مالا دينا مؤجلا ويتعامل مع الناس بالدين وهو مغنيها الله، فكان يقول لغلمانه: يسروا على الموسر، على الغني من عملائنا، لا تضيقونه، وأنظروا المعسر اللي ما عنده سداد، أمهلوه مدة ثانية وثالثة حتى يسدد، لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلقى الله تعالى هذا الرجل، وأن الله تعالى يقول له: نحن أحق بالتجاوز منك، تجاوز عن عبدي، فيتجاوز الله عنه. وحظ النبي صلى الله عليه وسلم على التيسير على الموسرين وعلى إنظار المعسرين، قال: من أحب أن الله تعالى يخفف عنه كرب يوم القيامة فليسر على معسر. ولما جلب بعض الصحابة على المدينة بزا، يعني قماش، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري حاجة منهما، فباع عليه والنقد ذاك اليوم الدينار والدرهم والوقية من الذهب ومن الفضة، وكان ذاك بالوزن بالميزان، ما هي عملة مضروبة، لا بالميزان. فكان صلى الله عليه وسلم يقول للذي يزن: أرجح، ما يخالف، يعني أدفع الفرق، أنا أرجح الوزن. من كرم نفسه صلى الله عليه وسلم وطيب تعامله، قال: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. كون الإنسان إذا أراد يشتري ما يماكس في سعر السلعة، أن ينقصها إلى أدنى حد حتى ما يربح البائع شيئا مذكورا، هذا خلاف المروءة، خلاف كرم النفس، يتوسط في السعر ويزيد فضل. إذا استدنت من شخص دين، استدنت منه مثلا 10,000 ريال مدة سنة قرض هذا، فإذا أنه صبر عليك هذه المدة أو أمهلك زود شهر أو شهرين كرما منه، إذا سددت أنت 10 سدد 12-13-15، ولا يعد هذا من ربا القرض. ليش؟ أول شيء لأنه لم يكن متفقا عليه عند العقد، وكان متفق عليه له ريال واحد ما يجوز، لأنه تفضيل لأحد المبيعين على الآخر، هذا ربا، ربا القرض هذا. أو كان مقابل التأجيل باتفاق على زيادة نسبة، هذا لا يجوز، هذا ربا. لكن أنت إذا زدته من عندك تقديرا لإقراضه إياك وصبره عليك وتأجيله لك، فزدت من نفسك أنت، فلم يكن مشروطا بينكما ولم يكن جاريا به العرف مثل إقراضات البنوك، لا، مثل هذا يجوز، لأنك تفضلت أنت بإحسان مقابل إحسان، ما في شيء هذا. ومثل هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعطوه رباعية بدل البكرة، وهي تعادل 3 من البكار، هذا كرم وفاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون التعامل، يكون بطيب نفس وسخاوة نفس وكرم وتقدير للإحسان والسابقة بالخير، ولا يكون فيه شيء من الاحتيال على ما حرم الله تعالى، ولا يكون فيه لوم بالتعامل.